هنبدأ مع بعض دلوقتي بالفصل الثاني من الجزء الأول من قصة الأيام طه حسين أو السيرة الذاتية لطه حسين. بيبدأ الفصل الثاني عندي، طبعا احنا كلنا عارفين ان الصبي كان البيت بتاعه موجود بالشكل ده، وعرفنا ان الصبي لما بيخرج من بيته عشان يستند ويسمع الى نغمات الشعر فكان قصاد البيت بتاعه سياج القصب، سياج القصب اللي ليه ذكرى عظيمة في مخيلة الصبي. وقال لنا في الفصل اللي فات ان شمال السياج يمتد الى ما لا نهاية، يبقى عن يساره بيمتد الى ما لا نهاية، ولكن قال لي عن يمين السياج فبيمتد الى ان يصل الى قناة صغيرة اللي احنا بنسميها ترعة، بيمتد لحد ما بيصل الى قناة صغيرة لها ذكرى عظيمة في مخيلة الصبي، وهو ده اللي هيتكلم عنه الفصل التاني. شوف معايا واحدة واحدة. اولا القناة اللي قدامنا دي او الترعة اللي قدامنا دي ليها شكلين، ليها شكل حقيقي الناس كلها عارفين فيه عذرا القناة ليها شكلين، شكل حقيقي الناس كلها متأكدة منه وعارفاه، والشكل الثاني هو الشكل الذي رسمه الصبي لهذه القناة في خياله. طب ايه شكل القناة في خيال الصبي؟ الصبي كان يرى ان هذه القناة عالما مستقلا مليء بالاعاجيب، شايف ان القناة دي عالم مستقل، عالم كله اعاجيب، لذلك هو كان يظن في دماغه يعني ان هذه القناة كان يسكنها المسحورون، الناس الساحرة بيسكنها المسحورون الذين يخرجون يتنسمون الهواء في وقت المغرب ثم يعودون مرة أخرى حينما تنشط الناس إلى مستقرهم تحت الأرض. يبقى ده الظن الأول للصبي في القناة. تاني ظن للصبي في هذه القناة كان يرى أن يملأها التماسيح، كان شايف أن القناة دي مليانة بالتماسيح التي تزدرد الناس، يعني بتبلع الناس وبتبلع الأطفال، ويخرجون ليكونوا خطرا على الرجال، عشان يكونوا خطر على الرجال وفتنة على النساء. ده المشهد التاني. أو كان الصبي يظن أن هذه القناة مليئة بالأسماك الطوال العراض التي تبلع الأطفال، يبقى كان يظن أن فيها المسحورين أو فيها تماسيح أو فيها أسماك طويلة بتبتلع مين؟ الأطفال. بس عند أن الأسماك بتبتلع الأطفال وقف وقفة صغيرة وقال لك ان الاطفال اللي بتبلعهم هذه الاسماك كان يظن الصبي انهم يحصلون من بطن هذه السمكة الطويلة العريضة على خاتم الملك. فاكر ان الاطفال لما هتبلعهم السمكة فاول ما السمكة تبلعهم هيحصلوا من هذه السمكة على خاتم مين؟ الملك، الذي يديره الانسان في اصبعيه او يديره الطفل في اصبعيه، فيخرج له خادمان عظيمان، يطلع له خادمان عظيمان يطلب منهم ما يشاء، يعني بيطلبوا من الخادمين دول اللي هم عايزينه. لذلك الصبي تمنى، شوف بقى الكلام، تمنى ان تبلعه سمكه من تلك الاسماك، قال لك يا رب سمكه من السمك دي تبلعني ليه؟ حتى يحصل منها على خاتم الملك، فيخرج له الخادمان، يحصل منهم على خاتم الملك، فيبدا يطلع له خادمان، فيطلب، شوف الامنيه بتاعته بقى، فيطلب من احدهما على الاقل، يطلب من واحد من الاثنين ان هو يعمل ايه بقى؟ ان هو يعبر به من شاطئ القناة الى ان يصل الى الحافة الاخرى، يطلب من واحد من الاثنين ان هو يعبر به من شاطئ القناة لحد ما يوصل للناحية التانية من القناة، يعني واحد من الخادمين دول ياخده ويشيله ويعديه الناحية التانية منين؟ من القناة. وده طبعا يدل على محدودية ذاكرة الصبي، ان هو لسه فاكر الدنيا هي الضيقة، الدنيا الضيقة اللي حواليه دي وبتنتهي عند القناة. دي القناة فين يا شباب؟ القناة في مخيلة الصبي. طيب القناة بقى من حيث الحقيقة عاملة ازاي؟ قال لك حقيقة القناة بقى انها كانت ضيقة الحجم، ضيقة، يستطيع الشاب النشيط أن يقفز من حافتها فيبلغ الحافة الأخرى. قناة ضيقة جدا، لو أنت شاب نشيط كده ومرح تقدر تعدي الناحية وتوصل للناحية التانية عادي. وقال لك أنها كانت المياه فيها إذا نزلها الرجال لا تصل المياه إلى إبطيها وإلى كتفه، يعني لو أنت نزلت في المياه دي، لو شاب رجل كبير نزل إلى هذه المياه
المية مش هتوصل غير لحد ابطيها او لحد مين؟ كتفه. دي حقيقة القناة. برضو من حقيقة القناة انها حينما تجف والمياه تنقص فيها، لما تبدأ تجف والمياه بتقل فيها بينزل الصغار يعبثون بصغار السمك، تنزل الاولاد الصغيرة وتقعد تلعب بالسمك الصغير اللي موجود في المية. وان الصبي لم يكن يعلم ايضا ان حياة الناس كانت متصلة على الناحية الاخرى من القناة، وما كانش عارف برضو ان الناس عايشة عادي خالص في الناحية التانية من القناة. يبقى دي حقيقة القناة، والقناة في مخيلة مين؟ والقناة في مخيلة الصبي. المهم عدت الايام وبدأ الصبي عايز يخرج من البيت بتاعه، هيتحرك من البيت بتاعه عشان يوصل للقناة، عشان يروح مين؟ القناة. ولكن في الحقيقة الكلام اللي هيتقال ده هو حقيقة مش خيال. كان شاطئي او الطريق في الوصول الى القناة كان معبأ بالمخاطر، والصبي هو ماشي عشان يوصل للقناة كان الطريق خطير جدا ومعبأ بالمخاطر. ايه المخاطر اللي موجودة على الطريق؟ قال لك عن يمين الطريق، في اليمين كان يسكن هناك قوم يسموا العدويين. يبقى هنا عن يمين الطريق كان في ناس بتسكن اسمها العدويين، وكانوا من الصعيد، عايشين في الصعيد. وكان على باب بيتهم كلبان عظيمان، على باب البيت بتاعهم في كلبين، كلبين كبار، كلبان عظيمان لا ينقطع نباحهما، دايما النباح بتاعهم شغال ولا ينجو المر منهما بسهولة. والإنسان اللي بيمر عمره ما يقدر يعدي من الكلبين دول بسهولة. إذن ده من ناحية اليمين، لذلك الصبي ما كانش يستطيع أن يذهب إلى القناة من ناحية مين؟ اليمين. طيب ناحية اليسار والناحية التانية كان في إيه؟ قال لك أما ناحية اليسار كان هناك رجل يسمى سعيد الأعرابي. يبقى هنا على ناحية اليسار كان بيسكن البيت واحد اسمه سعيد الأعرابي، مشهور بين الناس بخبثه ومكره وحرصه على سفك الدماء. مشهور بين الناس انه انسان خبيث، انسان ماكر يحرص على سفك الدماء. المشكلة مش بس في سعيد الأعرابي، كانت برضو في زوجته كوابس. يبقى هنا عن يسار الطريق كان عندي سعيد الأعرابي وزوجته كوابس. ايه مشكلة الصبي مع زوجته كوابس؟ قال لك انها كانت حينما تأتي الى بيتهم، اول ما تيجي البيت بتاعهم، كانت تقبل الصبي، تبدأ ان هي تبوس الصبي، تقبل الصبي، فكان يؤذيه خزامها. والخزام هي عبارة عن حلقة توضع في الانف، فلما كانت تقبل الصبي هذه الحلقة اللي كانت في انفها كانت بتأذي مين؟ الصبي. لذلك كانت الرحلة عشان يوصل للقناة كانت معبأة بالمخاطر، مخاطر على اليمين العدويين، مخاطر عن اليسار سعيد الأعرابي وزوجته مين؟ كوابس. بس بالرغم من ذلك يذكر الصبي أنه استطاع أن يصل إلى القناة، فاكر أنه هو قدر أنه هو يصل إلى القناة. فقد كان يجلس على شاطئ القناة، قاعد كده على شاطئ القناة يستمع إلى نغمات الشاعر كما يشاء وهو يحصد في الأرض. كان بيقعد على القناة بيقعد يسمع نغمات الشاعر حسن زي ما هو عايز وهو جالس على شط القناة. هو فاكر برضو أنه استطاع أن يعبر القناة على كتف أخيه، برضو يتذكر إن هو قدر يعبر القناة على كتف أخيه. وكان يقطف له مما أو من الموجود في الحافة الثانية من القناة، يعني الأرض الموجودة في الحافة الثانية من القناة كان يقطف للصبي منها. برضو الصبي متذكر أنه كان يسير عن يمين القناة، يجي عند القناة كده ويمشي على يمينها، فيبلغ هناك حديقة تسمى حديقة المعلم. فلما كان يمشي عن يمين القناة كان بيصل إلى حديقة اسمها حديقة مين؟ المعلم.
كان يقطف له من أشجارها، بيقعدوا يقطفوا من الأشجار إيه؟ بتاعتها. ركز معايا بقى، في اللحظة دي بقى بيبدأ الصبي يتعجب من ذاكرة الإنسان. هيبدأ طه حسين وهيبدأ الصبي يتعجب من ذاكرة الإنسان، ليه بقى؟ قالك لأنها تستطيع أن تتذكر أشياء كأنها مرت به بالأمس. ذاكرة الإنسان تقدر تفتكر حاجات كأنه كانت حصلت امبارح، ولا تستطيع أن تتذكر أشياء وكأنها لم تمر به أبدا، وحاجات تانية مش بتقدر تتذكرها وكأن الحاجات دي ما عدتش عليه أبدا. طب انت ليه يا طه حسين بقى بتقول الكلام ده كله؟ قالك لأنه يتذكر السياج، ويتذكر كلاب العدويين وسعيد الأعرابي، ويتذكر القناة، ويتذكر حديقة المعلم، ولكن لا يستطيع أن يتذكر كيف تحولت كل هذه الأشياء من طورها الأول إلى طورها الثاني، فأصبحت بيوتا منظمة وشوارع قائمة. هو فاكر كل الحاجات دي، ولكن طبعا مع التطور العمراني القناة ردمت، السياج خلص، بيت العربية خلاص انتهى، عندنا كلاب العدويين خلاص مش موجودين، فكل الحاجات دي اتهدت واتبنى مكانها شوارع منظمة وبيوت قائمة. اتبنت بيوت واتعملت شوارع منظمة. هو فاكر اللي كان بيلعب معاهم في هذه البيوت او من هذه البيوت، ولكن لا يستطيع ان يتذكر كيف اصبحت هذه البيوت موجودة وانتهى الطور الاول، يعني الشكل الاول اللي قدامنا ده، واصبح في طوره الثاني، يعني الطور الثاني او الشكل الثاني، بيوت قائمة وشوارع منظمة. عشان كده الصبي مش قادر يتذكر ده. لو قالك علامة يلمح الصبي من هذا الكلام، يلمح الى الزحف العمراني وانتشار مشكلة القضاء على الأرض الزراعية، ده اللي بيلمح للصبي من خلال هذا الكلام. ده كان الفصل الثاني في القصة، تعالوا مع بعض نطلع عليه كده من خلال المذكرة بتاعتنا. قلنا حقيقة القناة أنها صغيرة العرض، يستطيع أن يقفز الشاب النشيط من حافتها فيبلغ الأخرى، قلنا الكلام ده. قلنا الرجل يقدر يعبرها وهي ممتلئة فلا تصل المياه إلى إبطيه. وقلنا برضو حينما تنقطع المياه، حينما تنقطع المياه تصبح حفرة مستطيلة بيلعب فيها الأطفال لبحثاً عن صغار السمك. حياة الناس والحيوانات والنباتات كانت متصلة خلف القناة. بعدها شكل القناة بقى في خيال الصبي كان عامل إزاي؟ القناة في خيال الصبي قال لك عالم مليء بالتماسيح التي تبلع الناس، فيها تماسيح بتبلع الناس، او فيها مسحورون يخرجون وقت الغروب. الناس المسحورة دي كانت بتطلع في وقت الغروب ليه؟ ليتنسموا الهواء، عشان يستنشقوا الهواء، فلما يستنشقوا الهواء يكونوا خطرا على الاطفال، خطر على الاطفال وفتنة للرجال والنساء. ممكن انا عكست قلت لك التماسيح هم اللي بيكونوا كده، المسحورين هم اللي بيكونوا كده، بيخرجوا وقت الغروب عشان يشموا الهواء فبياكلوا الاطفال، او بيكونوا خطر على الاطفال وفتنة للرجال والنساء. كمان فيها الاسماك الطويلة التي تبلع الاطفال، وبعض الاطفال يحصلون منها على خاتم الملك، بياخدوا خاتم الملك الذي يديرونه باصابعهم، يحطوه في اصابعهم، فيأتيهم خادمان من الجن يصنعان لهم ما يشاءون. يطلعوا لهم اتنين من خدم الجن يعملوا اللي هم عايزينه. لذلك الصبي تمنى ان تبلعه سمكة، ليه؟ ليحصل منها على خاتم الملك، ليحمله احد خادمي الخاتم وراء القناة عشان يروح وراء القناة. طب ليه هو عايز يروح وراء القناة؟ قال لك ليرى الاعاجيب الموجودة هناك، عشان يشوف الحاجات العجيبة الموجودة هناك. ولكن الصبي كان يخاف من الأهوال قبل الوصول لذلك. لذلك لو قال لك لماذا تراجع الصبي عن عبور القناة أو عن فكرة عبور القناة أو استنتج ذلك، هنقول له لأنه كان يخاف من رحلة الأهوال
قبل الوصول إلى ذلك، كان خايف من رحلة المصائب قبل الوصول إلى ذلك الخاتم، هيعدي بقى على حاجات بقى والمعدة والأمعاء الكلام دوت، فهو خايف بقى من الحاجات دي، عشان كده تراجع عن أمنية أن تبلعه السمكة. بعد كده هنا بيقول علل من الصعب أن يذهب، عذرا، علل من الصعب أن يذهب الصبي للقناة من يمينها أو شمالها، قلنا لأن شاطئ القناة كان محفوفا بالمخاطر عن يمينه وعن شماله، فعندنا في اليمين قوم من الصعيد يسمون العدويين يقيمون في دار كبيرة على بابها كلبان عظيمان، ملهم لا ينقطع نباحهما وأحاديث الناس عنهما، فلا ينجو المارة منهما إلا بعد عناء ومشقة. أما عن الشمال فكان عندنا خيام سعيد الأعرابي، كان قاعد في خيمة، المشهور بشره وحرصه على سفك الدماء، وامرأته كوابس التي تقبل الصبي فيؤذيه خزامها، عشان كده ما بيحبهاش لأنها كانت تقبل الصبي فيؤذيه الخزام بتاعها. النقطة اللي بعد كده بيقول لك هنا علل غرابة ذاكرة الطفل أو الإنسان، ليه ذاكرة الطفل أو الإنسان غريبة؟ قال لك لتذكرها بعض الحوادث بوضوح، بتفتكر بعض الحاجات بوضوح، وكأن لم يمر عليها وقت طويل، وكأن ما عداش عليها وقت طويل، وتنسى بعضها كأنها لم تمر عليه، وبتنسى حاجات تاني كأنها ما عدتش عليه أبدا. لذلك الصبي فاكر السياج والمزرعة والقناة وسعيد الأعرابي وزوجته وغير ذلك، ولكن ينسى إلى أين كان مصير هذه الأشياء، وكأنه نام في ليلة ثم أفاق فلم يرى كل هذا، وإنما رأى بيوتا قائمة وشوارع منظمة، مكان السياج شاف بيوت قايمة وشوارع منظمة، لكنه يتذكر من كان يسكن هذه البيوت من نساء ورجال، عارف الناس اللي كانت بتسكن في البيوت دي، وأطفال تلعب بالشوارع، وأطفال كانت قاعدة تلعب بالشوارع. آخر حاجة الصبي بحيث القناة يتذكر كل ده، يتذكر أنه تحرك على شاطئ القناة دون خوف من كلاب العدويين أو مكر سعيد، أنه قضى ساعات على شاطئ القناة يستمع نغمات حسن الشاعر، استطاع أكثر من مرة عبور القناة على كتف أخيه، وكان خلف القناة يعني في الناحية التانية من القناة شجر التوت فيأكل الصبي منه، لما كان بيعدي الناحية التانية من القناة على كتف أخيه كان بيأكل من شجر التوت اللي موجود الناحية التانية. وقد تقدم عن يمين القناة، شرحتها، راح عن يمين القناة بقى، فوصل إلى حديقة المعلم، يبقى اليمين كان في حديقة مين؟ المعلم، وأكل منها غير مرة، كل منها بقى كتير التفاح، وقطف له نعناع وريحان، كل أكتر من مرة من حديقة المعلم تفاح، وأحيانا كان يقطف له لمين؟ النعناع والريحان. لكن الصبي برغم كل هذا يتعجب كيف تحول كل هذا من شكله، يعني طوره الأول إلى شكله الجديد اللي هو الشكل السابق. ده كان بالنسبة للفصل الثاني، طبعا بنشرحه بالتفصيل.